أن المشروع هذا هو مشروع من شركة إماراتية أميا باور، وهو لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وتقريبا تكلفة المشروع هي 100 مليون دولار، يعني ما يعادل 300 مليون دينار تونسي. وطبعا المشروع هذا يدل على طبعا اهتمام دولة الإمارات في قطاع الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة، ويدل أيضا على أهمية الجمهورية التونسية كموقع لمثل هذه المشاريع، وهو انفتاح إن شاء الله يكون هذا المشروع نقطة انفتاح لمشاريع أخرى سواء كان من دولة الإمارات ومن دول أخرى في الطاقة المستدامة. إن شاء الله نحن دائما منفتحين يعني المزيد من المشاريع، وإحنا علاقاتنا علاقات تاريخية وأخوية قديمة، وكسفارة دولة الإمارات دائما نقول أن هذا العام إن شاء الله بيكون عام استثنائي للعلاقات، ونحن نأمل أن هاي العلاقات توصل لأعلى المستويات. طبعا هذا بيكون من خلال المشاريع والمبادرات المشتركة بين الدولتين. الحقيقة حدث هام نعيشه اليوم وضع حجر الأساس للانتقال في إنجاز مشروع تطوين من الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات. المشروع هذا اليوم يمثل خطوة ما نقولش أولى، لكن خطوة كبيرة وهامة في إطار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي، وباش يكون له دور كبير في التقليص من واردات الغاز الطبيعي وتحقيق الامن الطاقي للبلاد التونسيه، وباش يكون له دور كبير ايضا في التقليص من كلفه انتاج الكهرباء. لسبيل المثال، كلفه انتاج الكهرباء او كلفه بيع الكهرباء لشركه تونسيه الكهرباء والغاز من المشروع هذا وهو مشاريع مماثله تمثل تقريبا الثلث مقارنة بتكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي حاليا. كلفة المشروع تقارب حوالي 300 مليون دينار تونسي، وباش يكون له طاقة تشغيلية في طور الإنجاز والتشغيل بعد الإنجاز بحوالي 40 موطن شغل جديد. التمويل سيكون من طرف المستثمر الإماراتي شركة أميا باور، وخاصة من مؤسسة التمويل الدولية تابعة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. فما العديد من المشاريع الأخرى، كما قلت هذه خطوة باش تساعدنا للتعريف بوجه تونس للاستثمارات. وحاليا تونس والوزارة المكلفة بالطاقة أطلقت العديد من طلبات العروض، منهم الحزمة الأولى من طلبات العروض بقدرة 500 ميجاوات، يندرج ضمنهم المشروع هذا مشروع القيروان، ولكن فيهم أيضا مشاريع في ولايات أخرى ومناطق أخرى، وهما في ولايات قفصة وتطاوين، وسيتم اليوم توقيع اتفاقية هذه المشاريع، ولكن أيضا مشاريع في ولايات سيدي بوزيد وولاية توزر. إضافة إلى هذه الحزمة الأولى من المشاريع، تم أخيرا إطلاق حزمة جديدة بقدرة 1700 ميجاوات، منها 600 ميجاوات من طاقة الرياح و1100 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وننتظر قبول العروض بالنسبة للدور الأول من هذه الحزمة بتاريخ 30 مايو 2024 إن شاء الله. الإنجاز عادة تتراوح من بين 10 و12 شهر، إن شاء الله من هنا لسنة أخرى يتم الدخول حيز الإنتاج لهذه المحطة إن شاء الله. تم تمويل هذا المشروع عن طريق مؤسستين، منظمة التمويل الدولية IFC والبنك الأفريقي للتنمية African Development Bank. قيمة التمويل هي تمثل تقريبا 70% من الاستثمار، يعني 70 مليون دولار. مدة تنفيذ المشروع هتكون 16 شهر ابتداء من اليوم. إن شاء الله مباكورة مشاريعنا في تونس، بس إن شاء الله أيضا في مشروع آخر هنعلن عنه اليوم اللي هو في تطوين كذلك 200 ميجاوات. هذه يمثل اهتمامنا بتونس، حبنا لتونس. الطاقة النظيفة هي طاقة المستقبل. الانتقال الطاقي هي أحد استراتيجيات التي قامت بها الجمهورية التونسية، فبالتالي احنا تضامنا مع الاستراتيجية قمنا بالاستثمار في القيروان والآن في تطوين. إن شاء الله إذا اليوم مشتربوا على خير نوقع اتفاقية شراء الطاقة، ومن ثم نبدأ في الدراسات الأولية والتمويل. أتوقع إن شاء الله في غضون الشهور القادمة نبدأ أعمال إنشاء فيها. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.